أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أولى فعاليات المبادرة المجتمعية شارك ونظف تحت شعار شارعك عنوانك حافظ عليه، اللي بتنفذها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والصحة والبيئة وعدد من المحافظات. انطلقت المبادرة صباح يوم الجمعة بحي إمبابة بحضور وزراء الشباب والرياضة والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة وبمشاركة ما يقرب من 1000 شاب. احنا طبعا بلا شك ان المحافظة والوحدات المحلية بتقوم بدور كبير جدا في الفترة في النظافة في الفترة اللي فاتت، انما احنا كنا مصرين ان احنا نحصل مشاركة من الشباب ومشاركة من المجتمع من مختلف الفئات. لما المواطن نفسه يحس ان هو اللي بينظف بلده، هو اللي بينظف المكان اللي هو فيه، هو اللي هيبتدي يشتغل، هو اللي هيبتدي يصنع يعمل يفتح مصانع، هو اللي هيبتدي يشغل مشاريع تجارية، فبالتالي هنا هيحصل اللامركزية ونأكد اللامركزية اللي هي بداية التنمية الحقيقية للمحافظات وعلى مستوى مصر كلها. يجب ان يبقى في مشاركه مجتمعيه، واعتقد ان وجود الشباب في هذه المرحله مهم جدا، لان هم الشباب هم اللي بيعملوا حركه في الشارع وهم اللي ممكن ان هم يحدثوا تغيير. فكانت ابتدت من معالي وزير الشباب ان هو ابتدى يقول طب احنا ممكن نبتدي بمنطقه امبابه ان احنا نبتدي نجمع مجموعه من الشباب، خاصه ان في تقاد دلوقتي موجوده في مرحله الاجازه في مرحله الصيف. بنامل ان احنا في المرحله اللي جايه، هي دي بدايه وتجربه بنحاول ان احنا نعملها، المرحله اللي جايه هنبتدي نتوسع على الجامعات، هنبتدي نتوسع على مراكز الشباب، هنبتدي نتوسع على محافظات مختلفه. فهو تعاون مشترك ما بين معالي المحافظ، ما بين وزير الشباب، ما بين وزير التنمية المحلية ووزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات. تضمن برنامج المبادرة بإمبابة تنظيف 4 شوارع رئيسية، وهي شارع الوحدة، شارع الأقصر، شارع ترعة السواحل، وشارع بشتيل، وزيارة لمركز شباب إمبابة ومركز شباب المنيرة، بالإضافة لعروض كشفية. شارك ونظف، شارك ونظف شباب مصر، أنت اللي هتنزل، أنت اللي هتنظف بلدك، أنت اللي هتشارك في كل مسؤولياتك المجتمعية. زي ما حضرتك شايف ثلاث وزراء والسيد المحافظ موجودين، وزارة البيئة بكل إمكانيات وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية بكل إمكانياتها مع النظافة والتجميل، بنفعل ده بشكل عملي. الشباب على فكرة شباب من كل مكان موجود، من مراكز شباب، من جامعات خاصة، من جامعات عالية جدا، من أحياء شعبية اللي احنا فيها الشباب موجود حابب إنه يخدم بلده. التقدي الفترة اللي جاية هتبقى موجودة بشكل كبير جدا في كل مكان وفي كل مجال. أحد الأحياء الأربعة الكبار اللي عندنا في الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل والحي جهزوا كافة المعدات والسيارات وأدوات النظافة لمشاركة الشباب فيها. وقع الاختيار على 4 شوارع رئيسية كبداية يعني تجربة، شارع ترعة السواحل وشارع الوحدة وشارع بشتيل وشارع الأقصر، دول الأربعة اللي مجموعات الشباب هيتقسموا عليهم نبدأ المبادرة بيهم إن شاء الله. المبادرة تأتي في إطار دور وزارة الشباب والرياضة في توعية الشباب بأهمية المشاركة المجتمعية، وإن الكل يشارك والكل ينظف. شارعك عنوانك مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الوزارات وعدد من المحافظات. بتبدأ هذه المبادرة من هنا من شوارع إمبابة، وإحنا في انتظار إن المبادرة دي توصل لكل المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، والكل يشارك والكل ينظف. من حي إمبابة، كامل يوسف، صباح النور. زي ما حضراتكم شفتوا كده في التقرير، في ناس متحمسة جدا انها تشارك، في ناس مستاءة من المناظر ومن التلوث. تلوث مش بس تلوث بيئي، ده بقى تلوث بصري، بقى تلوث سمعي من الكلام اللي احنا بنسمعه، بقى تلوث بيئي وصحي زي ما احنا بنشوفه، تلوث بقى انواع كتير جدا. طول ما انت ماشي في الشارع وانت شايف القمامة شمال ويمين، بدل ما نشوف زرع وشجر على الجنبين، لكن بقيت تشوف مناظر صعبة جدا وانت ماشي. حاجة تانية، زمان كنا بنشوف الجيران نفسهم ازاي بيتعاونوا عشان ينظفوا المكان اللي هم قاعدين فيه، كانوا بيبقوا فرحانين جدا ومبسوطين جدا ان الشارع بتاعهم شكله حلو. يمكن كانت بتبقى زي مسابقه من غير ما يقصدوا، انه مين الاجمل، انهي بيت وشقه وعماره وشارع اللي شكله احلى من التاني. النهارده بقى السلوك ايه، احنا بنعلم الاطفال ايه، تبقى ماشي وتشوف الولد او البنت والاطفال اللي بياكل حاجه ويرمي الورقه في الشارع لانه بيشوف بابا وماما بيعملوا كده. احنا عندنا
سلوكيات محتاجة تتغير من خلال المبادرة واللي هنتكلم عنها. لكن عايزين نتكلم بشكل أعم وأشمل عن التلوث اللي بنعاني منه في البيئة وخطورته على حضرتك وعلينا وعلى حياتنا وعلى صحتنا وصحة أولادنا. سعيدني وشرفني يكون ضيفي دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. وربنا يحسن بيئة مصر دايما كده ويخليها في أمان دايما إن شاء الله. يعني دايما أنا بشوف أن المبادرة حاجة جميلة وحاجة إيجابية بيقدمها شخص، بتقدمها جهة، بتقدمها وزارة، لكن بتكون مجرد نقطة بداية، فتح طريق عشان الناس بقولكوا تفضلوا عملوا، يعني دي فكرة وتفضلوا عملوا. حضرتك شايف فكرة المبادرة اللي احنا شفناها في التقرير دي ازاي؟ طبعا المبادرة دي حاجة جميلة يعني، وبداية جيدة علشان أخلي الشعب يشارك في هذا الموضوع، لكن طبعا مش هي دي الحل. يعني الحل له منظومة كبيرة مفروض ان احنا نتبعها وعلشان نخرج بمصر ببر الامان. وبعدين انت قلتي في البداية كلام جميل جدا ان التلوث انواعه بقت كتيرة. صحيح. تلوث بصري وتلوث سمعي، دول من اكتر الانواع. فالتلوث البصري كمان مش بس في القمامة، في شكل العمارات اللي حوالينا، في المباني اللي بتطلع من غير دهانات بالطوب الاحمر، في عدم التنسيق في المعماري في المناطق اللي موجودة. طبعا في الدولة بتحاول بشتى الطرق ان هي تخش في العشوائيات وتبدأ تعمل تنظيمات فيها، لكن لازال احنا عندنا في اماكن كتيرة محتاجة لتخطيط عمراني. التخطيط جزء من حل مشكلة القمام. بس أنا في البداية بقى عايز أكلمك على، يعني باعتباري عضو البرلمان العالمي للبيئة، عايز أكلمك على مشاكل البيئة في العالم كله، وبعدين مشاكل مصر كلها، وبعدين هكلمك على المخلفات بقى المنظومة بتاعتها مفروض تمشي إزاي. يعني إحنا مش بس اللي عندنا مشكلة، لا يعني عشان بس احنا بنشوف ان احنا مشاكل البيئة والصحة دي عندنا في مصر بس، لا، هو مصر ليها مشاكلها الخاصة، لكن المشاكل البيئية في العالم متنوعة، بكل دولة على حدة لها مشاكلها برضو الخاصة، والعالم والكرة الأرضية لها مشكلة كبيرة جدا بيحاولوا ان هم يغيروها. وده المفهوم الجديد اللي احنا بنتبعه كبرلمان عالمي، ان هو نبدأ نفكر في الكرة الأرضية على انها بيت واحد. لو كل دولة عملت نفسها جزيرة منعزلة هنا بتبدأ المشاكل، لأن كل دولة بتفكر لوحدها في اقتصادها، في سياستها، في ظروفها الاجتماعية وعاداتها وتقاليدها، ودوا بيأثر على بقية الدول حواليها أو بيتناسوا بقية الدول. احنا بقى بنفك الحدود دي كلها وبنقعد نفكر في الكرة الأرضية بصفة عامة. الكرة الأرضية دلوقتي بتعاني من مشكلة كبيرة جدا اسمها التغير المناخي. التغير المناخي ده بيشمل كذا كذا شق، يعني مش هقول جلوبال وورمينج ولا جلوبال كولينج، لأن في ديبيت جامد جدا دلوقتي إن احنا هل داخلين على احتباس حراري ودرجة الحرارة بترتفع، ولا في الفترة القادمة في منتظر إن يكون في جلوبال كولينج، لأنه في منتظر أنه ضمن الأبحاث الجديدة بيقولوا أن الشمس ممكن يكون فيها دارك سبوت، وديا ممكن تؤدي لبرودة، والبرودة ديا هتغطي الحرارة اللي جاية من الاحتباس الحراري، بس مش هتوصل الأرض للآيس إيج. ففي ديبيت في هذا الموضوع. ده موضوع كبير ومش موضوع حلقتنا دلوقتي. الموضوع حلقتنا المخلفات. المخلفات في العالم لازالت مشكلة، مشكلة كبيرة، بس أهم حاجة في المخلفات في العالم هي البلاستيك. البلاستيك النهاردة عامل قلق كبير جدا في كل دول العالم، لأنه بيخش في المحيطات والبحار، وبيخش في التمثيل الغذائي للأسماك، وبالتالي بيوصل لينا في أكلنا وشربنا، وبيأثر على الحياة البحرية بطريقة قوية، وبيأثر على الحياة البرية بأنه بيموت النباتات وخصوصا الأكياس البلاستيك، وبيأثر على الحيوانات.
طب حضرتك بتتكلم على خطورة البلاستيك في كل دول العالم، مش في دولة محددة، بشكل عام كمخلفات. بشكل عام. لذلك في مبادرة عالمية دلوقتي بيتبناها البرلمان العالمي للبيئة، إن إحنا نمرة واحد نحاول ننظف اللي موجود، نمرة اتنين إن إحنا نمنع وجود كميات أخرى من البلاستيك كمخلفات في المدن وفي البحار والمحيطات. من ضمن الحاجات البسيطة يعني اللي أنا ممكن أنبهك ليها هي الاستغناء عن الكيس البلاستيك في السوبر ماركت. ده مشكلة كبيرة جدا، يعني دلوقتي دول العالم كلها اللي بتستخدم كيس بلاستيك بتروح تشتريه، بتروحي تشتري أو بتبيع معاك شنطتك اللي هي يوزابل كذا مرة مش وان يوز، فبتروحي بشنطتك بتستخدميها كذا مرة بحيث ان هي ما بتترميش، او بستخدم اكياس ورق. فدلوقتي دي من ضمن الحاجات اللي هي بتتبع في العالم كله. احنا كنا كده دكتور، يعني كنا كده في الاول وبعدين الموضوع دخل في الشنط البلاستيك واستمر فترة طويلة، ولما اتضح خطورته زي ما حضرتك بتقول بقينا بالنادي مرة تانية اننا نرجع زي زمان. يعني انا يمكن بقول ده عشان بقول ان قبل كده كنا بنعمل حاجات صح من غير ما نحس. ايوه، احنا للأسف التغيرات في السياسة والتغيرات في رؤية الهدف، لأنه الهدف كان بيتغير بتغير القائمين عليه أو الحكومات والحاجات دي كلها، فبالتالي الشعب بيحصل له لخبطة، وطبعا الأسهل بمشي عليه علشان أمشي الموضوع. فدلوقتي إحنا بنلاحظ في المولز الكبيرة والسوبر ماركتات الأكياس البلاستيك يعني حدث ولا حرك، بيدوها بكميات خرافية مش عارف ليه يعني وإيه الهدف. لو ابتدينا نخش في إن إحنا بنبيع هذا الكيس فالناس هتبتدي تقف شوية، أو إن هي حتى على الأقل يستخدمه بأكياس ورق. علشان ليه بقول ورق؟ لأنه ديجريدابل يعني قابل للتحلل، الكيس البلاستيك غير قابل للتحلل، يعني تسيبيه فور ايجز في الارض يفضل زي ما هو ما يتحللش، وبالتالي بيقضي على النبات وبيخش في وبيقضي على الحيوان وبيخش فيه الميه والاسماك. ومن ضمن الحاجات برضو ان مثلا الترسه البحريه بتفتكروا ان هو جيلي فيش او الانديل فبتاكله فبتموت، والترسه البحريه بتتغذى على الانديل، فنبص نلاقي في الساحل الشمالي الأناديل بتبقى بكثرة. كلها منظومة مترابطة، يعني الإيكو سيستم سببها في الأول نقول إيه الكيس البلاستيك. الإيكو سيستم ده منظومة مترابطة. لما نيجي لمصر بقى نلاقي إن مشكلة القمامة من أوائل المشكلات اللي موجودة عندنا. إحنا مش داخلين في موضوع الاحتباس الحراري بالدرجة الأولى اللي بيأثر على الكرة الأرضية، لكن عندنا مشكلة المية برضو، دي مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي احنا دلوقتي حلقتنا على المخلفات. المخلفات في مصر مشكلتها كبيرة، مش بس منظر، كمان ان هي تعمل لي امراض كتيرة. ايه خطورتها؟ يعني احنا بس نقول للناس دلوقتي كده بشكل واضح، المنظر اللي انتوا بتشوفوه مضايقكم بالنظر ده مش بس يعني تلوث بصري، لكن على مستوى البيئة وعلى مستوى الصحة اللي بنشوفه والوضع بتاع القمامة ده خطورته ايه؟ طبعا هو القمامة دي زي ما بتقولي كده قتل خطأ او قتل غير متعمد. يعني اللي بيقتل واحد بياخد فيها اعدام. انا برمي صفيحة عربية قمامة او واتيفر في منطقة ممكن تسبب امراض وتنقل امراض لمنطقة بالكامل، وبالتالي ممكن اطلع منها من غير ولا أي أحكام جنائية على هذا، أو أحكام جنائية بسيطة لم تغلظ إلى الآن. القمامة بالأرقام عشان بس نبقى الصورة واضحة بالنسبة لنا، عندنا حوالي 91 مليون طن سنويا في مصر، منها 21 طن من القمامة. يعني المخلفات بصفة عامة، المخلفات دي 91 طن تشمل مخلفات زراعية تشمل مخلفات مصانع، منها حوالي 21 طن مخلفات قمام، يعني بواقع 55 ألف طن في اليوم. أنا في اعتقادي إن دي ثروة
لم تستغل. يعني احنا مش بس خايفين من اضرارها، لا ده احنا ممكن نحولها لفلوس. في دول بتستورد القمامة دي. بالضبط كده، الصين بتستورد القمامة وبتدخلها في مصانع وبتعمل لها فرم وبتحط لها مواد كيماوية وبتطلع منها أساس، يعني موبيليا. الموبيليا اللي بتجيلنا مستوردة دي أساسها قمامة. طب ليه إحنا عندنا الثروة دي وفي نفس الوقت واخدين أضرارها ومش عارفين نستفيد منها؟ يعني الفجوة الدروب ده فين؟ بصي ده موضوع كبير بقى، أنا بصراحة مش عارفة أناقشهولك إزاي في مصر، لأنه إحنا ال 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 الموضوع متشعب شوية. الأحياء يقول لك هي المسؤولة عن القمامة، شوية وزارة البيئة تطلع تقول أنا المسؤول عن القمامة. الموضوع متشعب، مين بالضبط اللي مفروض إن إحنا نحاسبه أو يتكلم في هذا الموضوع لسه مش عارف. كان في أفكار كتير لإعادة تدوير القمامة، منظومات بتتعمل ما بنشوفش برضو نتائجها، لدرجة إن الرئيس في مؤتمر الشباب قال لك أنا هنزل مع الشباب أنظف. طبعا دي فكره جيده، يعني الـ 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 وجهه النظر منها ان انا بدي مثل للشعب ان هو يشارك معايا في هذا الموضوع، لكن الحل في وجود جهه مختصه بهذا تديني منظومه اقدر امشي عليها والدوله كلها تتحرك فيها، وبالتالي اقدر احاسب المسؤول لما يحصل تقصير. في الوقت الحالي انا عندي الامور متشعبه ومش عارفين بالضبط مين الجهه المختصه. القمامه تلخصها كالاتي، اذا كنا بقى هنتكلم من نواحي علميه، لان النواحي السياسيه بصراحه انا مش عارف، مش متبحر بيها، وانا ما بشتغلش في الحكومه علشان لا أقدر. احنا بس بنقول يعني يمكن سؤال حضرتك كان هدفه مش مين النواحي السياسيه، لكن احنا بقول ان عندنا فجوه، يعني كتير كان في مناداه واكتر من مبادره واكتر من فكره او مشروع بان يكون عندنا اعاده تدوير للقمامه والمخلفات ونقدر نستفيد بيها بدل خطورتها اللي احنا بنتكلم عنها. لكن عموما خلينا نتكلم في الشق البيئي والشق الصحي وزي نتلافى أضراره. القمامة هي عبارة عن ثلاث أشياء جوهرية، كل الثلاث أشياء دول لو واحدة منهم حصل فيها خلل المنظومة كلها هتبوظ. أول شيء هو التجميع، إن أنا بجمع القمامة. التجميع دون يا إما بيبقى مبادرة أفراد، إن أنا عارف المنطقة دي هتحط القمامة دي في الصناديق المخصصة اللي في الحتة الفلانية، فالأفراد نفسهم من بيوتهم هياخدوا الكيس بتاعه ويروح يحطه في الصندوق. دي مبادرة أفراد. أو إني أنا بس عشان ما لخبطكيش، علشان هتكلم في كل واحدة على حدة، بس أنا عايز أقولك التلاتة علشان الناس ما تلخبط. لا معاك. الأول التجميع، ثانيا النقل، ثلاثة المعالجة. فيبقى التجميع له كذا شق. مين اللي هيجمع؟ هل فرد الأسرة هو اللي هينزل ويحطه في الصندوق المخصص، ولا هيجي لي عامل القمامة اللي هياخده من قدام باب الشقة ويحطه في الصندوق، ولا هتبقى فيه شركات زي ما جابوا شركات أجنبية ولا واتيفر هي اللي هتبقى مسؤولة عن موضوع التجميع؟ الناس مش فارق معاها، المهم يوفروا لهم حاجة من التلاتة، يعني أهم حاجة. فبالتالي يبقى التجميع ده مهم جدا. لما اجي بقى اوصل للاخر نقطه في التجميع، هي الصندوق اللي هتبقى فيه القمامه. الصندوق دون باجي الاقي يا اما الصندوق مش مكفي، فبالتالي الصندوق اتملى على اخره ووقع في الشارع وغرق الشارع كله والحته اللي هو موجود فيها، يا إما الناس مثلا الصندوق عالي فالناس مش طايلة تحط الصندوق القمامة فيه فبتحطه جنبيه، دي حاجة. يا إما إني أنا ما فيش صندوق خالص فالناس بترميه في الشارع، يا إما اللي بيجمع بياخد الحاجة على طول ما بيحطش في صناديق وبيروح للمكان اللي هو بيعمل نقل على طول وبياخده للمكان اللي هو محتاج معالجة. وضع التجميع ده مهم جدا، ومن ضمن الحاجات برضو اللي تخص التجميع مش بس في البيوت. أنا بمشي في شوارع كتيرة جدا ما بلاقيش صندوق
صفيحة زبالة صغيرة كده حتى اللي كانت متركبة على عمود النور ولا الحاجات دي، عشان لو في ايدي حاجة ولا بتاع احطها فيها. ده اللي كنت بقوله حضرتك، هم يوفروا للناس اي حاجة مش عندها استعداد انها تشارك، بس امشي الاقي مكان احط فيه الباسكت، انزل من بيتي وانا معايا الشنطة اللي فيها القمامة بتاعت البيت الاقي الصندوق اللي هحطه فيه او المكان اللي حد هيجي ياخده او يعدي عليا حد ياخدها. يعني في كل الاحوال في ناس، بس المهم اوفر المتاح، اخلي في حاجة متاحة للناس. بالظبط كده. انا مرة اخدت الكورنيش، بس الكلام ده من فترة يعني، وكنا بندرس الموضوع ومشينا مسافات طويلة مش لاقيين صفيحة زبالة للناس اللي ماشية في الشارع، مش الناس اللي هي في البيوت اللي ما أنا معايا حاجة في إيدي أو واحد معايا حاجة في عربيته مش عارف يحطها فين. ما هو إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. صحيح. يعني لازم يكون دي حاجة. طيب. ده التجميع. تمام. نيجي بقى للنقل. تيجي النقل بقى، تيجي العربية اللي هي بتاخد من الصندوق اللي أنا مفروض حاطط فيه الموضوع، تلاقي الصندوق ما هواش نقل أوتوماتيكي، يعني بحيث أن أنا ركب الصندوق في العربية تاخده بالرافع بتاعها وتشيله وتحطه. فبيجي عمال يقعدوا يشيلوا من جنب الصندوق يحطوا في البتاع. طبعا في هذه الأثناء بيجي حاجة اسمها اللي هو النقابين أو النباشين، اللي هو عايز ياخد حاجات ليها تمن زي أزايز مية، علب كرتون، كنز الكرتون، دي بياخدها لأن دي ليها أغلى حاجة موجودة في القمام. فالنقل ده مهم جدا. تيجي تلاقي العربية اللي بتنقل وبنشوفها في شوارع مصر كتير مش متغطية، القمامة بتطير من حواليها. صحيح. وبص تلاقي ان هي نقلت القمامة من حتة، بس عقبال ما راحت حتة تانية غرقت الشوارع كلها بالقمامة وهي ماشية، ونقلت معها كل الفيروسات وكل الأوبئة في الطريق لكل المناطق اللي مشيت بيها. بالظبط كده. غير الروائح طبعا، غير المنظر الغير أدم. فيبقى ده كله لازم ان احنا ناخد باله منه. نيجي بقى لاخر مرحلة وهي المعالجة. أنا وصلت بالقمامة في مكان محدد، هعمل فيها إيه؟ في كذا حاجة. أول حاجة إن أنا أعمل ليها فرز. الفرز ده يا إما يدوي، يا إما دلوقتي في الدول المتقدمة طبعاً بتعمل فرز بالروبورتات بالإلكتروني كله، تمشي على سير والسير بيروح فاصل، كل حاجة بتروح في حتة، الإزاز بيروح في حتة، بلاستيك بيروح في حتة، كنز الألمونيا بيروح في حتة، المواد العضوية بتروح في حتة، كل حاجة بتروح مفروزة وعرفت كل حاجة راحت فين. ده هعمل فيه إيه ريسايكلينج، ده هعمل فيه إيه اللي هدفنه، حتى لأنه ممكن المدافن الصحية السليمة دي برضو من طرق التخلص من القمامة وما هياش وحش. ليه؟ لأن أنا لو خدت مواد عضوية وحطيتها في مدفن صحي، ازاي مدفن صحي؟ انه مغطى من تحت بمواد بلاستيكيه بحيث ان لا تتسرب المواد الخطره للمياه الجوفيه، فبوظ لي المياه الجوفيه والتربه في المنطقه. الطريقة دي مش مستعملة في مصر. ليه؟ لا، دي مفروض ان هي تبقى من ضمن هذه الطرق خصوصا في الريف. بس بيتعمل المدفن الصحي ده وبتغطى كويس، وبعدين بطلع منه انابيب لانه بتتحلل جوه، تطلع غاز اسمه غاز الميثان استخدمه في البيوت بدل الغاز البوتاجاز اللي أنا بجيب الأنبوبة بخمسين جنيه وبعمل ما أعرفش إيه والأسعار بتزيد عليه. طب ما أنا أجيب له مصدر طبيعي ببلاش ويبقى مدفن صحي للقمامة. مدفن صحي للقمامة، مش قطعة أرض أو مدفن لكن فيها أكوام وتلال ونفس المشكلة قائمة. بالظبط كده. الحاجة التانية إني أنا ممكن أخد نوع معين من القمامة بعد الفرز. إحنا كل ده بنتكلم إن لازم يبقى في خطة فرز وفي أماكن محددة هيحدث ليها فرز بالكامل. ممكن أخد جزء من هذه القمامة المفروزة ودي عاملينها في السويد على فكرة،
اللي هو باخدها لمصانع بتولد كهرباء. تمام. فباخدها بتتحرق فبتطلع بدل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، لا انا بحرق هذه القمامة بس محارق صحية. ما بتطلعش بقى زي المخلفات بتاعت الزراعيه اللي بيحرقوها في الشارع والسحابه السوداء والهيصه اللي بتحصل، لا باخدها في اماكن مظبوطه، مصانع مخصوصه بتطلع كهرباء. خلاص. يبقى ده من ضمن الحاجات. بعد كده بقى بيجي التدوير الريسايكلينج. تمام. ان انا من الفرز دون عندي كنز الالومنيا دي انا بستورده، فانا لو انا عملت له ريسايكلينج هنا في مصر واعمل الكنز ده بمصانع هنا في مصر. الازاز بيتحول وبيسيح وبعمله ازاز تاني، البلاستيك اخده برضو احوله لمنتجات اخرى. بلاستيك يعني الوقت. الخطوات اللي حضرتك قلتها اعتقد انها لو اتخذت في مسار الجديه او محل جديه، انه احنا عندنا ثروه ممكن نولد منها طاقه ونولد منها كهرباء ونعمل لها اعاده تدوير ويكون شوارعنا انظف، وكلها في خطوات بسيطه حتى لو كان في جزء منها هيكون مكلف لكن اقل بكتير من التكلفه في علاج الاوبئه والامراض والشركات اللي ممكن تكون هتاخد مبالغ طائله عشان انها يعني ترفع القمامه، وزي ما عانينا من شركات اجنبيه كان الدوله متعاقده معاها وما كانتش بتادي دورها، بل بالعكس هي ساهمت في ان شوارع القاهره او شوارع مصر تكون بالمنظر اللي احنا شايفاه بالتلوث اللي احنا شايفينه. اتمنى الموضوع يكون يعني يتحط في 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 جدول او طائله النقاشات والمفاوضات والطرق الجديه على الطريق الصحيح. وللاسف انا وقتي انتهى، بشكر حاجة جدا. انا عايز اقول لك بس حته ملحوظه صغيره في نهايه الحديث، انه اخطر المواضيع ان هو من شب على شيء شاب عليه. صحيح. لانه الاجيال اللي طالعه دي شايفه اقوام الزباله وشايفه المناظر البيئيه الوحشه، اخذت عليها. لو خدتيها وهي في اي اماكن نظيفه هتبوظها تاني، لانه خلاص خد على هذا الموضوع، ما بيعرفش يشغل كده. فبالتالي احنا لازم يعني نتخذ اجراءات حاسمه، وربنا يحمي مصر وينظفها ويخليها بيئه احسن دايما ان شاء الله. شكرا جدا دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئه، نورتني وشكرا لوجودك معانا النهارده. الله يخليك، انا شرفت بيكوا قناتكم المحترمه. بعد الفاصل الفقره الاخيره في حلقه النهارده والفقره القانونيه، قانون المرور الجديد.